بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي هنشغل البروجكت بتاعنا وعايزك تركز معايا قوي، لأن احنا عايزين نبدأ نغير في ستايل الادمنستريشن بتاعتنا. ده الموقع، تمام؟ لما هاجي اعمل سلاش ادمن زي ما احنا عارفين هيدخلني على نظام إدارة. اوكي، تعمل بقى لوج اوت، اوكي، وتروح للهوم وتسجل من جديد اهو، مفيش مشكلة في كل الكلام ده. انت كده كده مش هتعمل برمجة خالص، هو متبرمج ومظبط كل حاجة وسهل زي ما احنا ما شايفين. القصة في ايه؟ ان احنا عايزين نغير في الستايلز، يعني هم عاملين حاجات احنا بقى هنعمل ايه؟ اوفررايد عليها، يعني هنستخدم الاسماء بتاعتهم والشغل بتاعهم والحاجة بتاعتهم خطوة خطوة، بحيث اننا نخلي الجانجو ادمنستريشن ده يبقى ماي كافيه ادمنستريشن. يعني لو انا عملت هنا فيو سايت ورحت كده على الفيو سايت، بص زي ما احنا شايفين ليه لون معين، ليه نمط معين. انا عايز اخلي اللي يدخل هنا، تمام، يحس ان هو يعني حاجه شبه دي، حاجه شبه دي، او حاجه شبه اللي ايه اللي قدامي دي، تمام. بس الفكره في كده. طبعا احنا بقى مش هنعمل بقى اللعب والشغل ده والحاجات دي، لا، دي بقى للايه، للاند يوزر بقى، الراجل اللي بيدخل على الموقع ويفرح بيها، وحاجات بتتنقل وحاجات بتتحرك والحاجات دي كلها مش هعملها انا خالص. انا مش ههتم بالكلام ده خالص خالص خالص. انا ههتم بس باني بدل ما تبقى زرقاء تبقى لون اللي هو النبيتي ده او الاحمر شويه. هنا نحط اللوجو بدل جانجو ادمنستريشن تبقى ماي كافيه ادمنستريشن كده بس. يعني احنا هنهتم بحيث نغيره الى حد ما، خلاص. طيب نبدأ ازاي؟ اول حاجة هنعمل الثمرة بتاعت التغيير. ازاي؟ هتروح على التمبلتس، تمام، وهتدوس كليك يمين على مجلد التمبلتس، وهتختار نيو فولدر، هتعمل مجلد جديد. المجلد ده سميه ادمن. خد بالك من الخطوات، سميت المجلد ادمن وادي انتر. بعد كده كليك يمين على مجلد الادمن ده وهختار نيو فايل، هتعمل ملف جوه مجلد الادمن اسمه بيز اندرسكور سايت دوت اتش تي ام ال اهو، بيز خد بالك اندرسكور سايت دوت اتش تي ام ال، وادي انتر. انت واخد بالك معايا؟ ركز، انت كده عملت ملف فاضي اسمه بيز اندرسكور سايد اتش تي ام ال وعملت سيف. طب لو انا رحت هنا وجيت على نظام الاداره ورحت دايس انتر، الصفحه فاضيه. عارف ليه؟ لان انت عملت ملف عمل اوفر رايد على شغلهم، عمل ايه؟ اوفر رايد على شغلهم وسبته فاضي، فراح جاب لك الاداره فاضي. خلاص انت كده خليت الاداره فاضيه، ولا لوجن ولا مستخدمين ولا اي حاجه ولا اضافه ولا اي حاجه. تبدا بقى تستخدم حاجاتهم برضو، خلاص. طيب نعمل ايه؟ اول حاجة هعمل اكستنس، مهم جدا، هو اللي هيظهر لي الادارة. تعال هنا اعمل لي اكستنس لايه، خد بالك بقى، اكستنس لي، او هتجيبها من الادمن بعد كده سلاش جوه الادمن بقى بيز اندر بيز دوت اتش تي ام ال، وادي ايه؟ سيف. عملت حاجه تاني انا؟ ما عملتش حاجه. طب تعالى هنا اعمل لي ريفرش، رجعت لك الاداره تاني، بس هنا مش مكتوب ايه؟ جانجو ادمنستريشن، لكن مكتوب بقيه الحاجات التانيه، والبرمجه رجعت تاني، والبرودكتس رجعت تاني، تقدر تضيف منتجات، صح؟ واحده واحده اهو. خلاص انت خدت بالك من القصه؟ طيب انا دلوقتي عايز ابدا اشتغل، عايز ابدا ايه؟ اشتغل. طبعا هنا هعمل طبيعي، هعمل ايه؟ لود لمين؟ ايوه برافو عليك، لود للايه؟ للاستاتيك. ستاتيك لود للايه؟ للاستاتيك. وبعدين عايز اعدل، عايز اعدل، عايز احط كلمه ماي كافيه ادمنستريشن بدل جانجو ادمنستريشن اللي اختفت دي. فهعمل ايه هنا؟ هعمل بلوك اسمه براندنج. خلاص هاجي هنا واعمل ايه؟ بلوك اسمه اهو، هعمل بلوك اسمه ايه؟ براندنج، وهقفله، ماشي.
خد بالك دي حاجات انت بتعملها عشان تعمل اوفر رايد على اللي هم عاملينه. وادي ايه اند بلوك. والله انا عملت سيف دلوقتي كده وجيت هنا رحت عامل ريفريش، حاجه حصل؟ مفيش حاجه حصلت. طب كمل. هاجي هنا تمام، هاجي هنا اعمل ايه جوه البلوك اللي اسمه براندنج ده، هعمل اتش 1 وهديها اي دي اسمه هيد، هديها اي دي اسمه هيد، هكتب جواها ماي كافيه ادمنستريشن ادمنستريشن. وادي ايه سيف. تعالى كده اعمل لي ريفرش اهو، رجعت لك تاني بس رجعت لك بمزاجك انت، ماي كافيه ادمنستريشن. ايه رايك؟ بفضل الله شغل جامد. خلاص فانت كده بتعمل ايه اوفر رايد على شغلهم. تمام، انت كده عملت ايه، بدات تعدل بالفعل في نظام الاداره بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهده اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتاكد تماما انك اي حاجه بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجه بتنشرها للناس.